على فكرة هم فرح الصراف ونواف النجم مقدمين دور عجيبين، هالنتفة مو هينة. فرح الصراف على فكرة راح تكون ضيفتي من أول وجديد في كشف حساب خلال الأيام الجاية إن شاء الله، اتفقنا؟ بس خل تخلص الحجر المنزلي اللي عليها الآنسة وبعدين نقعد نتكلم عن كواليس أم هارون، فترة اللي قعدت فيها بالرياض على ما جالها الإجلاء وجت قصة شعرها فراغ، راحت قصته رقم 2 أو 3. هالبنية عجيبة رغم شطانتها بس ممثلة جبارة أمانة. فرح الصراف.